حديث عن جمعية توقيع لإرجاع سعر صرف الدولار إلى سابق عهده، شنو حقيقة هذا الموضوع؟ وممكن أصلاً يرجع 120 أو 119؟ ستمن إحنا خلينا نتكلم بواقعية. نعم. لا نجامل الشعب العراقي ولا نجامل نفسنا. والله يا ريت، ماكو داعي. يعني إحنا اليوم يعني الكل يعلم بأن إيرادات الشعب العراقي وحتى يعني إيرادات العراق بصورة عامة هي النفط، ما عندنا غير النفطات مالتنا. هاي 95% أو أكثر. هاي النفط بدنا نبيعها ونجيب فلوس نحولها توصل 96 الإيرادات الأخرى معظمها فساد، بها شبهات فساد المنافذ والحدود وإلى آخره، يعني مسألة معقدة جدا. اليوم إحنا إذا خفض الدولار يعني اليوم الحكومة أسأل اليوم أعتقد النفط من سعر 80 81 اليوم 81، يعني أعتقد إذا وصل لل 70 الحكومة راح تعجز عن يوفر رواتب شهري. طيب هي الموازنة مو دائما تنحط على الأقل، يعني المفروض تنحط على 65. إحنا هو لحد الآن كل افتراضيات كلها كلام، إنه 65 دولار، إنه 100 مليار أكثر من 140 أو أكثر أو أقل تريليون دينار عراقي راح تصير. زين. بكرة أكو اجتماع بين اللجنة المالية ساعة 4 ويا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. زين. يعني إحنا ورانا التزامات. يعني إحنا اليوم أنا واحد من الناس راتبي اليوم الدينار العراقي، أتمنى الدولار ينزل على 200 دينار مو على 1200. لكن هل هذا صحيح؟ هذا الواقع اليوم مصانع عراقية أغلبها متوقف، زراعة تعرفين كل شيء ما عندنا، الأهوار كلها جفت، ما عندنا شيء إيراد آخر، يعني أنه باشر اليوم نزلت الدولار على 1200 أو 1300 ورجاء 1018 زين وين راح يأمن رواتب 5 مليار دولار تقريبا شهريا. اليوم الأسبوع الماضي كنا عند وزير العمل 3,400,000 جاوز تقديم استماره الكترونيه للحمايه الاجتماعيه. يعني هو احنا عندنا 8 ملايين تقريبا يتقاضون رواتب وزاره العمل. لا العراق بصوره عامه، العراق بصوره عامه، بصوره عامه. يعني احنا 40 مليون، اذا احنا نروح الناس حتى اقل شيء وزير العمل مقدم برنامج انه يضيف في هذه الموازنه مليون مستفيد اخر من الحمايه الاجتماعيه. زين احنا راح نذهب الى 10 مليون مواطن عراقي يتقاضى راتب بكل التسميات من الرئاسات وإلى الحماية الاجتماعية. يا ميزانية يا دولة هذا راح يتحمل هذا العبء على الحكومة. ما عندنا إيرادات أخرى، ما عندنا. يعني إحنا نريد اليوم الحكومة يعني عدة استراتيجية وعدة تخطيط حقيقي للفترة القادمة. من اليوم أعتقد الإمارات 15% أقل أو أكثر صار اعتمادها على النفط، كلها صارت على الاقتصاد وعلى الاستثمار على الاستثمار كل دول العالم، لان هذا النفط مو دائم. احنا اليوم باشر 80 اليوم 81، بعد ايام هسه الصين طلعت لنا فيروس جديد راح تغلق المصانع مالها، راح يصير كساد اعتقد قريب هذا العام. 25% من الشعب العراقي يتقاضون رواتب من ميزانيه الدوله، انت تقول لي هذا معناه انه الدولار لن يخفض حاليا؟ هذا سياسه الحكومه ما يتخفض. يعني الحكومه منين يعني اذا نزل، يعني اليوم ابسط مثال، انت هسه اضربين 8 مليون شيء على شيء عراقي، اليوم اذا نزلناه على قبل الصعود 118، يعني الحكومه العراقيه لازم شهريا تامن على الاقل 7 مليار دولار امريكي يحوله من النفط على دينار عراقي وزع رواتب.